في نادي قضاء في اسكندرية. هنجرب الاسانسير، احنا في الدور الثاني، هنزيله ارض اول وبعد كده ارضي. مع تحيات المستشار عبد العزيز ابو عيانة رئيس النادي وعضو مجلس الادارة. ده الدور الاول. الاضاءه هنا عايزه تظبط، والاسانسير عايز شويه صيانه صغيره، ان شاء الله تمام. الموسيقى جميله قوي، البيبان متكلمه ستيل ذهبي، كابينه خشب في الكامل. الخشب ده مش قشره، خشب ارض ازاز، حفر من بره، الجنب التاني مقفول، نفس الرسمة اللي هنا هي الرسمة على الأبواب اللي بره. في رسمة فوق مكتوب عليها نادي القضاء. سري بي اف إليفيتورز هي اللي عاملاه، شغل محترم جدا. الحمولة 450 كيلو. الجرس بس اللي مش شغال، فعايزين نقول لهم ان الجرس مش شغال يا جماعه.